تعالي تعالي أبويا، وين أسانة؟ أوه ماي جاد، بسرعة. أوهايو مينساي، كيف حالكم؟ رجعت لكم اليوم بحلقة جديدة من سلسلة ياندرا يا سيميليتا. حلقتنا اليوم مليئة بالحماس والأشياء اللي مرة المهم مرة متحمسة أوريكم إيش سويت. بس قبل لا نبدأ لا تنسوا تشتركوا في القناة إذا ما اشتركتوا، واللايك سووا لايك مرة كثير، سووا لايك عشان يندر اللي داخلي لا تعصب عليكم و ليتس جو. طيب دحين بدأنا يوم جديد، يوم الربع، نبغى نشوف ايش يصير. متحمسة مرة، هيا بينا نخرب خطط أسانا. I like the sound of the fountain and the sight of the falling cherry blossoms. Okay. I think it's the most soothing place in the world. هتسأله تقول له أنت ليش تحب دائما تجلس عند النافورة؟ قال له مكان مرة حلو. Sorry, I couldn't hear you. What'd you say? Nothing. But doesn't it get boring to spend most of your time sitting in one spot? بعدي عن سباي. Spot somewhere in the school. I'd love to see it. Oh yeah. Challenge accepted. I'll prove that I can find a better spot. اوكي الحين تحدثت انه في اماكن احلى من النافوره، ايش معناته؟ لازم نخرب خطتها. خلينا نشوف الجدول حق اليوم. انا الحين هي تكلمت مع سينباي، حتروح الحين اكيد تحكي صاحبتها اللي مره بس لاصقه فيها، والساعه 1 الظهر حتروح تدور على مكان تصوره، وحتوري السينباي الساعه 5. فانا لازم أخرب خطتها. إنفو تشان، إيش عندنا خطط اليوم ممكن نخربها عليها؟ يوم الربوع تقول نقدر نفصل أسانا بأنه نبلغ عنها إنها تدخن. إيش رأيكم نطلب منها سيجرت عشان نحطها في شنطة أسانا ونقدر نبلغ عليها عشان تنفصل إنها هي تدخن؟ يلا. شكراً. ماشي ماشي، ليتس جو. اخذناها. ما اقدر احط شطتها اي حاجه الا اقدر. اي والله حطيت. اوه ديم، اوه ديم، اقدر ابلغ عليها. كفو. ابلا ترى أسانة عندها دخان شنطتها. يا ويلك يا أسانة. السلام عليكم. بسك. يلا خلينا نقول لها. Can I help you? نقول لها report contraband. That's a clear violation of school rules, not to mention completely illegal. If what you're saying is true, she will face serious consequences. Yes. I'll confront her about this. Yes. يلا خلينا نشوف ايش يصير. يا ويلك يا أسانة، بلغت. Guidance counselor enters your classroom and says that she needs to speak with her. Okay. دحين طلبوا يتكلموا مع أسانة، استدعوا أسانة. حلو. بعدين. I need to take a look in your bag. Cigarettes. You have absolutely no excuse to be carrying something like this around. I don't smoke. I don't know why something like this was in my bag. أحسن. اكسفلد، انفصلت. باي. حلو، فصلناها. تتوقع برضو حتصور مكان لسينباي بعد الفضيحة اللي صارت لها؟ ما الحق وراها، شوف ايش يصير. تبي تاخذ الصورة هنا، تعرفوا هذه النافورة اللي هي الاعتراف بالحب ومدري ايش. ما زبطناها مع ابو شعر احمر. خطتها جهنمية. لازم ادور دحين على حاجة اكنسل لها هي. لازم اخبص لها، لازم اخبص لها. ما انفصلت لسه، قاعدة تقرب من سينباي. هل تفكرون فيما افكر فيه؟ اقدر اكب عليها هذا الموية؟ بس الريبيتيشن حقي حتصير مرة سيئة. اوكي خليني اتأكد كلهم فوق وقت الغداء. بالغلط بالغلط، والله بالغلط. ما قدرت.
What the hell are you doing? لا. That's horrible. Stop it, you creep. Boys. No. خلوني أقتلكم. جيجي والله عدت اليوم كله راح مني. طبعاً عدت اليوم لأني ما قدرت صراحة أخبص خططها. فخلينا نشوف إيش حتقول لسينباي. سينباي شوف إيش صور. النافورة هذه اللي بعترف لحبي لك. واو أوسانا وش هذه الصورة الحلوة شكلك مصورة بارعة. المهم خلينا ندخل على اليوم الثاني. Hey, senpai. Do you ever have recurring nightmares? Nightmares? Well, lately I've been having a dream where I'm standing outside of school, underneath a tree. And for some reason, I can't move a single muscle. I'm like a statue. I guess I wouldn't really call it a nightmare, just a weird dream. How about you? Sometimes I have dreams where somebody ties my hair around something really heavy and throws it into the ocean. I get dragged into the water and drown. أقدر أقتلها بهذه الطريقة. That sounds pretty scary. هذه تلميحات بطريقة أقدر أقتلها فيها صح؟ أغرقها. I don't know why you had to phrase it like that, but إيش قالت له؟ Yeah, I'm free tonight. Good. Then you're gonna go see a movie with me. Oh my god, huh? عزمته لفيلم. You mean like a date? Idiot, it's not a date. I was gonna go with my friend, but she had to cancel. You're only coming with me so that her ticket doesn't go to waste. Got it? Well, it's not like I had any plans, so. Good, it's settled then. Meet me here at 5:30 so we can leave in time to see the film. Okay, if you say so. كلبة حريك شغلك. He said yes. It's actually happening. I'm going on a date with Senpai. Congratulations. See, I told you there was nothing to fear. The last three times I went to a theater to watch a movie, I fell asleep and woke up during the credits. What if it happens again during my date? I die of embarrassment. Maybe you should take a nap before you go to the theater. Do you think that would help? That's a brilliant idea. The school rooftop is really peaceful after cleaning time. I'll take a nap there. Sounds good. I'll watch over you and make sure that nobody disturbs you while you're sleeping. By the way, are you still interested in sunbathing at the pool during lunchtime? Oh, definitely. Nice. Looking forward to it. Hello. كذا الحماس ولا بلاش. سمعتوا ايش قالت؟ حتاخذ لها ناب عشان تروح في الليل سينما مع سينباي، فانت بتريح في المسرح بس حيصبحوا كمان. ايش معناته؟ معناته اليوم حاقتل أوسانا. لازم الحق وراهم دحين. اوكي، لبست ملابس السباحه وهذه لبست ملابس السباحه، وانا كمان حالبس ملابس السباحه. Let's go. اوكي، في ناس كثير حيسبحوا، كيف حغرقها في المسبح؟ خلينا نشوف. اول حاجه حندرس الموضوع حلو ونشوف ايش حيصير. صاحبتها معاها، ما حقدر، ناس كثير. او شيت، ما حقدر. ياه كيف. الشيء اللي اعرفه أقدر أعلق شعرها في أوزان. يقولي physical stat too low. عشان أشيل هذه لازم أقوي عضلاتي. أنا اللي أعرفه كيف أزيد القوة حقتي، أول حاجة لازم أطلع من النادي اللي أنا فيه. الكلاب فوق. Oh my god، أنا لابسة هذا غلط في المدرسة. الله لا يفضح مسلم. طيب طيب طيب، الكل قاعد يطلع فيها نظرات غريبة اني انا لابسة لهذا. خلاص طيب. او ماي جاد، او ماي جاد. لا 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 لا، بليز بليز نو. او ماي جاد، او ماي جاد، شو اسوي؟ نسكني، لازم اغير ملابسي، نسيت.
كنت حفظه والله. اوكي كذا غيرنا، يلا نروح. طيب فين تتوقعوا هذا قاعد يتغدى؟ هذا welcome to my lair. Welcome to my lair. Are you attempting؟ يلا بطلع لو سمحت. تسك تسك في عينك. يلا let's go. كله عشان بس ازيد القوة حقتي. هذا نادي الجيمر. But I guess I can... يلا يلا لو okay. سمحت. شكرا. المهم دحين دخلت. طيب سألوني كيف يا بيكا حيعلمك تشيلي الأثقال؟ والله ما أدري، بس هنا الكمبيوتر هذا أسوي أقول له علمني على الفيزيكال إديكيشن اللي هي القوة البدنية. شوفوا كيف إيش يصير. الله شو رأيكم؟ الحين يقول باور أب يعني قوتي زادت. طيب خلينا نختبر هذا الشيء ونروح نشيل. أوكي خلينا نجرب، يا رب أقدر. يس يس أقدر. يلا أنا قاعد أضحك ومبسوطة، بس في ناس في المسبح، بس خلينا نجرب يمكن تزبط، يمكن 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 سبحان الله نايمين ما يشوفونا. خلينا نسويها. أوكي شوف كيف نايمين. أحد داري. بسم الله الله. يلا يقول مردر. لا What are you doing? Oh my god. انفضحت انفضحت. You are اقطع وجهه هذه. طاحت. هذه كريهة، هذه كريهة. أنا أبغى أقتلها، أبغى أقتل هذه من الآخر. ما أبغى أوسانا، أبغى أم كرتين. صفقتني ودعستني خلاص بقتلها، بقتلها. أوكي عندي خطة، عندي خطة. هذه بحطها هنا. أوكي آخر حاجة ممكن نسويها، بطلب خدمة، أبغى أقول لها أبغى أخذ هذا الطرطيع. نقول إن شاء الله هذه تزبط. أطرطع زي الطرطيعة وخليهم فجأة كذا يصحوا، عرفتوا؟ أو ما أدري أزبدة. نجرب، ما إحنا خسرانين شيء. يب بالضبط. أوه ماي جاد ما في وقت، ما في وقت. طيب خليني أجرب هذه. يقول هذه رائحة كريهة، ترميها على الناس ويبعدوا عن المكان اللي هم فيه. أنا ما أبغى أوسانا تبعد، بس أبغى هذيك تبعد. يلا جعتني. تعالي تعالي أبويا. أمشي. وين أوسانا؟ أوسانا فين؟ أوه ماي جاد بسرعة بسرعة. تعالي يا كلبة تعالي انتي. يلا أمشي بسرعة أمشي، أوريكم أنا. نرفزوني عصبوني دم. يلا أمه خير يجي. ها اللي في أمه خير يجي. تعالي انت يا كلبة ريكم أنا. قال لك بنات كول. دقت على الشرطة. تعالي حتى انت تعالي. آر يلا. آه. ها لا قهرتني أوسانا، بي وصحبتها هذه قهروني.